عندك سناء عبد الحيوسف في مقطع 8 على كتاب الظلال بعد البلاوي دي كلها. يقول: نريد كلمة حول كتاب في ظلال القرآن، فقد رأينا بعض الناس يمنع الناس من قراءته ويزعم أن سيدا رحمه الله ليس بعالم وأن الظلال فيه أخطاء كثيرة. طيب، بعد ذلك سيد قطب أيها الإخوة الكرام سيد من سادات المسلمين. ذلك سيد قطب أيها الإخوة الكرام سيد من سادات المسلمين. نحن جبنا لك موضع الشاهد والمقطع موجود. بعد الكلام الباطل ده كله هو رجالة كده بس، سيد من سادات شنو؟ المسلمين. طيب سيد قطب يقول إنه الإسلام ده كله، دين الإسلام أجبه النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد فيه حتى توفاه الله، قال ده ما هو إلا مزيج من الشيوعية والنصرانية. كتاب معركة الإسلام والرأسمالية لسيد قطب الصفحة 61. قال سيد قطب، ده الكتاب، قال سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا. يعني دين الإسلام عبارة عن نص شيوعية ونص شنو؟ عقائدنا دي نص شيوعية ونص شنو؟ نص نصرانية. ده والله من أبطل الباطل يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الشيوعيين معروفين يقولوا لا إله والحياة مادة، ناس كفرة وهم أكفر من المشركين ذاتهم. ليه؟ لأنه بينكر وجود الإله، والعلماء قالوا بينكر وجود الإله أكفر من الذي يثبت وجوده ويشرك معه أحد، وكلهم كفار لكن ذاك أكفر. والنصرانية ديل بيقولوا عيسى ابن الله، وبيقولوا الله ثالث ثلاثة، وربنا قال عنهم كلهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.